لا يفوتني في هذا المقام. إن هذه التظاهرة الاتصالية التي تندرج في إطار تمتين العلاقة بين المؤسسة العسكرية وعمقها الشعبي عبر انفتاح الجيش الوطني الشعبي على كافة فئات المجتمع، من شأنها أن تعكس الصورة الحقيقية لجيشنا كمؤسسة جمهورية عصرية محترفة بكل مكوناتها. وانطلاقا من هذه الرؤية تنظم هذه الأبواب المفتوحة والزيارة الموجهة بهدف التعريف بالرياضة العسكرية